بالنسبة لزيارة السيد رئيس الوزراء بلا شك هي زيارة مهمة، وتأتي في توقيت طبيعي بعد انتهاء انتخابات برلمان كردستان، فتأتي في سياق التواصل والتهنئة للأحزاب الفائزة بالانتخابات، وأيضا بحث آفاق تشكيل الحكومة والتحالفات السياسية، وكذلك الاستماع إلى القوى السياسية في كل ما يتعلق بعلاقات أربيل وبغداد. نعم. طيب، هل هذا فقط أم أن يعني بإمكان مثلا رئيس الوزراء جمع الأحزاب المختلفة والقوى المختلفة بوجهات النظر في إقليم كردستان على طاولة واحدة مثلا، إذا ما نتحدث عن الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني؟ قطعا سيد رئيس الوزراء له علاقات حميدة وطيبة مع جميع الأطراف ومع الحزبين، وجهوده في هذه الاتجاهات ربما تؤدي إلى نتيجة وتؤدي إلى تقريب وجهات النظر. هذه المرة ربما الخلاف بين الحزبين وصل إلى يعني حدود قصوى، وتم توظيف الحملة الانتخابية للأسف بشكل غير سوي، وتمت عمليات التشهير وتبادل الاتهامات بشكل يعني لم يكن مألوفا من قبل. هذا الأمر ربما عقد علاقات الحزبين، ونحن طبعا نتكلم يعني بصفة يعني موضوع بصفة موضوعية وكمراقب للأوضاع، لكن بصفتنا الحزبية كمعارضة نحن نعتقد أن هذا السلوك من الحزبين يدل على عدم تحلي الحزبين وقيادتهما بروح المسؤولية المطلوبة، وأنهم أصبحوا للأسف اتفاقهم ضرر بالنسبة للإقليم واختلافهم ضرر أيضا بالنسبة للإقليم. طيب، يعني اتفاقهم يؤدي إلى تقاسم الثروة والسلطة والمشاركة في عمليات الفساد، واختلافهم يؤدي إلى استمرار ذلك الوضع بشكل منفرد كل في مناطقه، ولكن أيضا التوتير الأجواء ونشر القلق بين الناس وتعطيل بعض الخدمات الحكومية وصرف الجهود إلى الخصومات الشخصية والحزبية بدل أن تصرف تلك الجهود لخدمة الصالح العام وتحقيق العدالة ومحاربة الفساد، الأمر الذي يعني نحن نعيب على هذه الأحزاب بعد هذه العقود من التجربة أنها تفكر بهذا المنطق والمستوى. طيب سيادة النائب، يعني بما يخص مجلس النواب العراقي ودوركم أنتم كبرلمانيين، هل هناك توجه برلماني على دعم توجه السوداني بحل جميع الخلافات العالقة بين بغداد وأربيل، ومنها مثلا قضية الرواتب وتصدير النفط وغيرها من الملفات الكثيرة العالقة بين الطرفين؟ أعتقد أن المناكفات السياسية الموجودة داخل مجلس النواب والتي انعكست بشكل واضح على اختيار رئيس البرلمان ستؤثر أيضا في هذه الأمور التي تعتبر بالنسبة لإقليم كردستان وكذلك بالنسبة للحكومة في بغداد أمرا حيويا وحساسا ومهما جدا. لكن مع ذلك إذا كان رئيس الوزراء يعني جادا ويبذل الجهد المطلوب، أنا أعتقد أن هناك أجواء تسمح بتمرير كثير من الأمور الأساسية والمهمة بالنسبة لهذه العلاقة، وأعتقد أن هذا الأمر سينعكس إيجابا إن شاء الله على علاقات الطرفين، وهذه الزيارة قد تسهم في إنضاج بعض الأفكار والرؤى بهذا الاتجاه. طيب، بعض الأفكار سيادة النائب، ليس كل الأفكار، يعني بمعنى هل من الممكن أن نسأل بشكل مبكر مثلا عن ثمار هذه الاجتماعات في أربيل بالنسبة لرئيس الوزراء السيد السوداني، أم أن الموضوع أبعد من ذلك وبحاجة إلى وقت أطول من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه على إثر حتى الاتفاقات السابقة أيضا؟ هو هناك إشكالية في الحقيقة يتعلق ربما بصلاحيات رئيس الوزراء، أو ليس لا أقصد هنا الصلاحيات الدستورية وإنما المساحة المتروكة له من تحالف إدارة الدولة وتحديدا من الإطار التنسيقي. هل سيسمح له بعقد اتفاقيات قابلة لأن تنفذ، أم ستعرقل من بعض الاتجاهات وستحد من تلك السلطة والصلاحية
في إيجاد حلول عاجلة وسريعة. لكن كما قلت، يعني رغم وجود المناكفات هناك مساحة، يجب أن يتم إتقان الاستفادة من هذه المساحات. نعم. وأعتقد إذا تم الاستفادة من هذه المساحات المحددة بإتقان وبعمل دؤوب ورؤية واضحة، سيكون هناك إنجاز. نعم، عضو مجلس النواب العراقي على الاتحاد الإسلامي النائب مثنى أمين، شكرا جزيلا لك.